سلطة الأناناس والفراخ، أناناس وفراخ. الوصفة دي لذيذة كده وبتتقدم دايما في المطاعم اللي يعني بيعملوا الحاجات يعني نقول المطبخ الحديث. طعمها بيبقى لذيذ جدا ومكوناتها سهلة، والأكل يعني ممكن يكون غريب شوية لبعض الناس إن حاطين أناناس في السلطة، بس جربوها. وصفة لطيفة جدا ولايقين على بعض. فعشان نعمل وصفتنا عايزين 2 صدر دجاج مشوي، عايزين أناناس، خس كابوتشا، أفوكادو، طماطم تشيري، بيكان أو عين جمل زي ما تحبوا، والصوص 1/2 كوب مايونيز، 1/2 كوباية زبادي، 2 فص ثوم، معلقة صغيرة ماسترد، 3 معالق كبيرة ليمون وملح. طيب أول حاجة خلينا نعمل مع بعض الصوص اللي عندنا. عندنا المايونيز أهو، ونص كمية المايونيز بنحط زبادي. عندنا ثوم والماسترد والليمون ونحط لهم طبعا شوية ملح، وكده نبقى احنا جهزنا الدريسنج بتاعنا. شوية ملح كده الدريسنج جهز. نبتدي بقى نعمل بقية الخضار اللي عندنا، نقطعه ونجيب السكينة والكاتنج بورد. أول حاجة خلينا نقطع الأفوكادو، ادي كده الأفوكادو. هنقطع الخس، يعني منقطعوش صغير قوي. ناقص ايه تاني؟ ناقص نجيب الطبق بتاعنا. ناخد بقى الخس طبعا بنحطه كده أول حاجة. نبتدي بقى نحط الحاجات اللي عندنا. عندنا تشيري توميتو، يعني هي مفيهاش مكونات كتير زي ما انتوا شايفين. بس دلوقتي ناخد الأناناس اللي عندنا كمان نقطعه. الفراخ، ونحط شوية عين جمل أو بيكان زي ما تحبوا. ناخد بقى الدريسنج بتاعنا ونحطه في كيس الحلواني. نقطع كده حتة ما تكونش كبيرة قوي علشان مش عايزة أضيع. ممكن بقى نقدم الباقي في بولة صغيرة أو حاجة، ونحط ده بقى كده. طبعا التوم كل ما نقابل تومة هيقف، وانا مش عايزة اعملها اوسع من كده فمعلش. خلاص كفاية كده، والباقي بنقدر نقدمه في طبق جنب السلطة بتاعتنا.